لبنان الثقافة، لبنان الفن، لبنان العلم، لبنان الطرب، لبنان الموسيقى، لبنان المسرح. ولما منقول مسرح ما فينا ما يخطر عبالنا اسم المخرجة الكبيرة نضال الأشقر. كيف طلعت على راسكم فكرة أنه ينعمل هالقد وقت وكل يوم حفلتين؟ أنا بحلم شيء بالليل بقوم على بكرة بعمله. جد هيك قلت بدي أعمل هاي الاحتفالية. في ناس قالوا لي لازم مسرح المدينة بيعطي بوش للمسرح وهيك وهيك، هيك صار. ليش تمت الاحتفالية أو تم اختيار الاحتفال بعد 20 سنة من تأسيس المسرح؟ تيصيروا يحرزوا. يعني أول 20 سنة بدنا نحتفل، إن شاء الله نحتفل بجوز نقرر نعمل 25 بعدين 50، والناس الشباب يضلوا كل الوقت يحتفلوا. بس الفكرة هون إنه نحتفل، بحب أنا أحتفل بالفنانين، لأنه يكون واحد فنان بهذا البلد شغلي بحد نفسه، بده يتحدى عائلته، بده يتحدى مجتمعه، بده يتحدى ملته طائفته، ويجي على مهنة الناس ما بيعتبروها مهنة ولا بيحترموها. لذلك أنا عم بحتفل فيهم، هن عم بيحتفلوا بالمسرح، وكلنا عم نحتفل بمدينة بيروت. هاي المنصة هي حرية التعبير، هي مين ما كان بيدخل إذا عنده موهبة، مش مين ما كان بلا موهبة، إذا عنده موهبة بيدخل بيعبر عن ذاته في هذا المكان. وهيدا الأكسجين هل بنتنفسه وبتتنفسه المدينة هي اللي بتخليها مستمرة كمدينة ثقافية بامتياز إن شاء الله. خبرينا بس كيف عم بتحضروا الاحتفالية؟ صار إلنا سنة نحضر. أنا شخصياً أخذت على عاتقي إنه أنا بدي أحتفل بالفنانين، بدي أحتفل بالمدينة، وهالاحتفالية هيدي صار إلا من سنة لهلأ عم نحضرها. يعني الاحتفالية مش بس إنك تجيب الفنانين، بدك تجيب المال تتقدر تعطيهم مصاري تيقدروا يعملوا إنتاجات جديدة، ما بدنا يقدموا إشياء قديمة. بدنا نعمل البرمجة، بدنا نعمل الدعاية، هيدا كله بده تحضير سنة. فعلا صار لي سنة عم بحضر، وكنت أنا يعني أنا رئيسة هيدي الاحتفالية والمديرة الفنية، لأنه إدارة الفنية هي تجمع الفنانين وتبرمجيهم وتتعاطي معهم، وهذا أحلى شيء بالنسبة لي. ونحن عنا بهيدي الاحتفالية اللي بتبلش يوم الجمعة ب14 وبتخلص يوم 4 ب26 عنا 22 عمل، كل ليلة عنا عملين. كل كارت بيشتريها المشاهد بيدفع حقها 15 إذا كان طالب، 25 و35 بيشوف حفلتين. هذه اللذة تبع هالاحتفالية، من بين 14 ل26 تشرين الأول يشوفوا كم كبير من الفنانين اللبنانيين بعالم المسرح والدمى والغنى والموسيقى والرقص. في فيلم مزبوط كمان بالاحتفالية؟ في يوم التنينات عنا ما تبقى لنا أول فيلم اللي هو جاد أبي خليل، وتاني فيلم التنين اللي بعده هو لزينة دكاش. هيدا هي مسرحية بتقدمه مع المساجين، ولكن صورته لا ما فينا نجيب المساجين لسوء الحظ. يعني أنا فيني سميك أم المسرح اللبناني إذا بدك. شكرا. معقول نلاقي عمل لكم بمسرح المدينة بيمثل فظاعة وبشاعة الحال العربي اللي نحن عايشين فيه هلأ؟ بفتير كير ايه، في كتير من الفنانين عم بيقدموا اشياء لها علاقة بالواقع، ولو كانت معمولة بشكل رمزي اوقات بشكل معاصر او هذا، بس ما في شك انه كلهم ملوعين من الحالة اللي نحن موجودين فيها بلبنان. هاي البلد الجميلة اللي مفروض تكون بلد الإشعاع والنور مهزلة، لذلك حبينا نكون نحن منارة، منقدم إبداع، معرفة، فن، أدب، موسيقى على هذه المنصة اللي هي منصة مسرح المدينة في مدينة بيروت. بعد غياب طويل لقلك عن المسرح أطليتي بمسرحية تلووية.
خبرينا شوي عن هالعمل وبدنا نعرف إذا معقول تحضري نشوفك بشي جديد كمان. وهي الاحتفالية أنا على المسرح آخر يوم يوم 26 من 3 سنين عملنا الووية وكان عمل مختلف اختلاف كامل من إخراج ناجي صوراتي. لسوء الحظ وقتها صار في حوادث كتير أليمة بمدينة بيروت. كل شيء في حوادث صارت احنا عم نقدم بس ضلينا مكفيين وضل الجمهور يجي. كانت تجربة كتير كتير حلوة وكتير مختلفة. هلأ عم بعمل تجربة كمان مختلفة هي مشوار مع ذاتي. ما بدي أقول أكتر من هيك لأنه بدي الناس يجوا يحضروا. قديش مرقتي بصعوبات بمسرح المدينة من تنقلات ومن مشاكل حرب ومادية ومعاكسات لإلك؟ ايه كان مشواري صعب من اول حياتي الفنية بس ما في شك. وصارت الحرب وبعدين اول شيء كان ابوي بالسجن بعدين اجت الحرب اللبنانية كمان تهجرنا وكل واحد راح بدني. بس رجعت على لبنان وبدأت المسرح فعلا شعرت انه هيدا مهم جدا لمدينة بيروت. وكان في صعوبات كتير كتير وبعد في يعني بيجينا دعم مثلا تلت او ربع نحنا بدنا تلت ارباع زيادة نلاقيهم وهالفلوس اللي منلاقيهم منلاقيهم عند الناس عند اللبنانيين هاللي مؤمنين فعلا انه الفن بيقدر يغير لهم حياتهم بيقدر يعطيهم امل بالاستمرار. المسارح او المسرحيات اللي عم نشوفها هلا اللي فيها اسفاف وفيها سخافه وفيها قديش بتحس اليوم مسرح المدينه قادر يقلب هول المعادلات وينمي الشعب ثقافيا؟ نحن عم نقدم ثقافه بس مسليه مش انه نحن رايحين على مسرح المدينه يا ربي درس بالفلسفه. لا في لذة وفي تسليه وفي ضحك وفي هرج وفي مرج وفي موسيقى وفي غنى بس عنده مستوى معين. عندك أمنية أنك تأسسي فرقة مع العلم؟ كانت قبل يمكن الأوضاع أحسن وكان في فرق جربت تتأسس وما زبطت. كيف قادرة تحسي حالك اليوم قادرة تحققي هالحلم؟ يعني أمنيتي مش معناته أنه أنا رح بحب أنا أدرب الممثلين لأن أنا متعلمة أدرب مش بس كمخرجة بقدر أدرب الممثلين وفعلا نروح معهم على أفاق جديدة. بحب اني اعمل هالشي. عن جد اسم على مسمى نضال لضل المسرح اللبناني موجود مع نضال الأشقر. شكرا وانا بشكركم كتير لزيارتكم بتمنى انكم تيجوا تحضروا وتعملوا تغطية حلوة لهيدا الحدث لانه فعلا هيدي تظاهرة مسرحية بجوز ما نقدر نعملها مرة تانية. بكل التوفيق لكم ان شاء الله. كلمة اخيرة بتحبي تقوليها للمشاهدين اللي عم يحضروكي هلا؟ بس بحييهم وبقول لهم حقيقة التلفزيون حلو إذا كان معمول بشكل جيد وحقيقة السينما مهمة ولكن المسرح ما بيعطي رونق لحدا لأنه مثل ما قلت بالحديث المكان الوحيد هاللي بيشوف الجمهور الفنان قدامه عم بيمثل حي بدمه بعرقه بعطائه الكامل. تابعوا كل أعمالنا على مي ميوزك تي في نضال الأشقر.